بنسمع كتير قوي دلوقتي في الأسرة، الزوج يصحى الصبح يقول لمراته أنا مكتئب، والزوجة تقول لزوجها وأنا كمان مكتئبة، وبعد شوية نلاقي الولاد كمان بيقولوا لا مش هعمل، لا مش هسوي، أصل أنا مكتئب. يبقى الأسرة كلها عمالة تقول الاكتئاب الاكتئاب. هل فعلا الناس دي اللي بتقول كلمة أنا مكتئب هم فعلا مكتئبين، ولا ده بقى لفظ دارج بيطلق كده من غير تشخيص علمي سليم؟ عشان نعرف مشاكل الاكتئاب وأعراض الاكتئاب لازم نكون عارفينها بشكل دقيق عشان نشخص كلام يبقى مظبوط. أول حاجة هنقول إن الاكتئاب ده عبارة عن شعور قاسي جدا وقوي جدا من الإحساس بعدم القيمة وعدم الاستمتاع، ودول شيء مهم جدا في تشخيص الاكتئاب. كمان عندنا مشاكل النوم، عندنا لا نوم زيادة لا نوم قليل، لكن النوم القليل وخصوصا الصحيان البدري من ضمن أعراض الاكتئاب المشهورة جدا. كمان الأكل، ممكن الناس تاكل كتير جدا لدرجة ان في ناس بتيجي العيادة عندها سمنة وبعد كده بتتشخص اكتئاب، وممكن ناس ما تاكلش خالص وما يكونش لها نفس ابدا ابدا للاكل فبتخس. لازم نتأكد كمان ان مريض الاكتئاب ده بيقعد اسبوعين في المزاج ده، بيبقى عنده شعور بالذنب الحقيقة كتير جدا مع ان ما فيش داعي خالص للشعور بالذنب ده، وبيبقى عنده افكار كتيرة عن الموت وافكار يعني هموت امتى وهموت ازاي وحزني على ان انا هفارق الحياة. كل الحاجات دي كلها من اعراض الاولية بتاعت الاكتئاب. الاعراض دي اكيد مش هي اللي بتجيلنا اما بنقول انا مكتئب. احنا بيبقى عندنا ضيق او بيبقى عندنا حزن او بيبقى عندنا شيل هم، او ان احنا بالبلدي كده متوترين او مش قادرين نتعامل مع الاخر في وقت معين. اكيد ده مختلف تماما عن مشاكل الاكتئاب، فلازم نفسر في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده هو زمن كورونا، ان احنا نفسر ونحدد المزاج بتاعنا. هل انا فعلا متضايق؟ هل انا فعلا حزين؟ او انا شايل هم؟ ونحدد ده باهتمام شديد، وفي الاخر نقول لا انا مش مكتئب، انا عندي كذا او عندي حزن او عندي ده.